امبارح بسم الله مسؤول من شعبة الذهب كان مع الزميلة العزيزة لميس الحديدي، ولا فضفوه قال يا جماعة المداهمات الأبنية بتأثر على سعر الذهب، وعدم إعلان نتائج التحقيقات بتأثر على سوق الذهب. وأنا عايز أقول له ما رضيتش أقول اسمه، بذمتك بذمتك المداهمات الأمنية هي اللي بتأثر على سوق الذهب؟ كنت عايز سوق الذهب يبقى ماشي زي ما هو ماشي النهاردة، عايز سعر الجرام يوصل ل 4400 جنيه بلا مبرر والذهب ينخفض في الخارج؟ المداهمات الأبنية اللي قبض على أكتر من 15 منهم رجال أعمال، تم ضبط إيه عنده؟ إيه اللي تم ضبطه؟ كميات ذهب شكلها إيه؟ كميات قد إيه؟ طب الدولارات كم؟ 150 مليون حاجة كده؟ الدولارات اللي متخزنة في مخازن خاصة منين؟ هو احنا يجب نشكر وزارة الداخلية ونقول لهم كمان والنبي، ولا نقول لهم لو النبي وقفوا المداهمات؟ ما تمسكوش الحرامية اللي بيسرقوا البلد وبيسرقوا الناس. النهاردة مش لاقيين ذهب في السوق، سبايك السبايك اختفت. ليه؟ عشان في ناس متهمين ممسوكين. عايز اقول لكم المطالبة بإعلان التحقيقات هذه جريمة. طول عمري المهنة بتاعتنا بتقول انك ما تكشفش اسماء متهمين قبل انتهاء التحقيقات وتوجيه التهام والحكم النهائي كمان. عايز وزارة الداخلية تطلع دلوقتي الاتهامات وهي لسه بتحقق؟ طب عايز تعرف انها بتجيب ناس من ورا ناس من ورا ناس من اللي ممسوكين؟ لا، احنا بنشكر وزارة الداخلية وبنطالبها بقبضة من حديد، علشان في اجهزة اخرى متقاعسه، عشان عندنا مشاكل كتير، عشان الذهب اللي الدولار بقى ب 69 وب 70 وب 71، هل ده سعر الدولار؟ لا. كنت قاعد امبارح مع مجموعه من المستثمرين، فواحد بيقول لي انا اضطريت اوافق على 69، وبعد ساعتين في اتفاق تاني لقيتهم بيقولوا لي 71، ولازم اوافق لان عايز امشي شغلي. هو ده سعر الدولار؟ طيب هو ده سعر الذهب؟ جنيه الذهب يعدي ال 30 ويوصل ل 32 ألف جنيه؟ الجنيه الذهب اللي كان من سنتين ب 6 جنيه ب 6000 و 7000 أو حاجة كده؟ هل ده الطبيعي للي احنا عايشينه؟ هل الطبيعي إن الحديد يتجاوز ال 60 و 62 ألف جنيه؟ في حالة جنون يا جماعة. وهنا فليسمح لي معالي السيد رئيس دولة الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبكل احترام، ايه اللي بيحصل؟ حضرتك طلعت وقلت ان مشكله الدولار هتتحل قريب قوي وهيبقى في سعر موحد، واحنا مسؤولين قالوا لنا انها خلال اسابيع. هل يا ترى؟ ما انا ما قداميش غير حلين. الحل الاول ان انتم مش اخدين بالكم من اللي بيحصل، وانا بستبعد هذا تماما لان كل الناس عارفه، فما بالنا بالحكومه. الحل التاني ان انتوا عاملين فخ وعايزين السوق يضرب نفسه ويجيب اخره، علشان لما تدخلوا وتضخوا فلوس في السوق وفي البنك المركزي يبتدي يسيطر، فناس كتير يتخرب بيتها من اللي خرب اقتصاد البلد. لكن جميل، هننتظر على الدولار، هننتظر على الذهب، بس الاسعار التانيه، الاسعار التانيه ضربت. البطاطس غلت والبصل غلي والطماطم غلت والخضار غلي واللحمه غليت والفول غلي واللبن غلي والمدارس بترفع وكل الشركات بترفع، ومع ذلك مفيش حد بيقول حاجه، مفيش حد بيكلمنا، مفيش حد بيكلم الناس. الناس ما عادش عندها متنفس غير السوشيال ميديا والمتربصون في الخارج اللي بيستغلوا ده كويس قوي. معالي السيد رئيس الوزراء، كل ما نطلبه هو مؤتمر صحفي تجيب فيه على الأسئلة بكل وضوح وتشرح للمواطنين هم رايحين فين. لأن أنا لما يبقى راتبي 4000 أو 5000 أو 6000 أو 10000 جنيه، أنا مش عارف أعيش ومش عارف أنظم حالي، مش عارف أعرف
اعرف هشتري ايه وما اشتريش ايه واجل ايه. السيد رئيس الوزراء وزاره الداخليه التي تتبع مجلس الوزراء بتقوم بدور مهم. نرجوك ان يحدث هذا في التموين ويحدث هذا في كل مكان يستغل فيه الناس. اي شاب بيفكر يتجوز ما تزعلش مني معالي رئيس الوزراء، عندك اولاد شباب ربنا يبارك لك فيهم، عايزك تفكر لو شاب النهاردة وبيشتغل بعشرة 15,000 جنيه، عنده حلم ان ياخد شقة، عنده حلم ان يشطب الشقة، عنده حلم ان يعرف يجيب شبكة. اشتروا فضة يا جماعة وسيبكم من الذهب دلوقتي، ما تجروش لان ممكن تلبسوا في خسائر فادحة، خسائر كبيرة، لانك هتشتريه لو الدولار نزل وسوق الذهب انضبط هتبقوا خسرانين. فاستنوا شوية. وأنا عايز نغير مفاهيمنا في الجواز، وبقى الفرش البسيط والأوضة وصالة والأوضتين وصالة وترابيزة صغيرة عليها 4 كراسي وأنتريل القعدة وحاجات بسيطة. سهلوا سهلوا يسهل الله عليكم. الشباب مش هيعرفوا يعملوا أي حاجة. افتحوا طاقات حلم وأمل ليهم، والأمل لن يأتي إلا بالمكاشفة والمصارحة. كشفوا الناس واشرحوا لهم الوضع بمنتهى البساطة، هيتقبلوا بس يبقوا عارفين هم رايحين فين. طيب، أمريكا وما أدراك ما أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية واللي هي وكندا واستراليا وإيطاليا سحبوا دعمهم للأونروا اللي بتشغل وتدعم اللاجئين الفلسطينيين واللي شكلت من بعد سنة 48، عايزين يسحبوا البساط من تحت رجليهم. ولكن المجاهرة بجهل، لا مش جهل، بشر. النهاردة كان فيه مجلس مؤتمر صحفي عامله المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيري، سألته صحفية وقالت له إن محكمة العدل الدولية استندت في عدم رفضها للاتهامات اللي وجهتها جنوب إفريقيا إلى أن هناك إبادة جماعية. انتوا عارفين الضحايا اقتربوا من 27,000 شهيد حتى الآن، وأكثر من 165,000 مصاب في غزة من يوم 7 أكتوبر وحتى الآن. مش هتصدقوا كيري رد قال إيه، تعالوا اسمعوا. The fact of the matter is that ICJ has not dismissed the allegations of against Israel with respect to genocide. They do believe that those allegations warrant further investigation and deliberation. So do you stand by the words that you used earlier this month to characterize those allegations, that they are meritless, counterproductive, and completely without any basis in fact whatsoever? Yes, ma'am. And what are you basing that off of if the UN's top court believes that there is a plausible risk of genocide? They're specifically directing Israel to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide, and again, have not. Has not found that they are committing genocide. But they do. They are not dismissing the case, and they do believe they are committing genocide. We have no indication that that's going on, Sabrina. We just have no indication that they are deliberately trying to exterminate the people of Gaza. Well, the ICJ specifically cited inflammatory statements that were made by Israel's defense minister referring to Gazans as human animals, the president of Israel saying the entire population of Gaza is responsible. Do you not see that as risking incitement? Comments like that are certainly also counterproductive and unhelpful, no question about that. But we haven't seen indications that the Israeli Defense Forces are getting up out of the rack every day, putting their boots on the floor and saying that they're designed, their whole effort is to go exterminate the Palestinian people. They're trying to eliminate the threat that Hamas poses. I want to be very clear, and I know I've said this a million times, and y'all are probably sick of me following up on this, but that doesn't mean that we excuse any single innocent life lost. The right number of civilian casualties is zero, but there's no indication that we've seen that validates a claim of genocidal intent or action by the Israeli Defense Forces. الراجل ده مصدق نفسه؟ هذا الجاهل المغرض مصدق نفسه؟ تعرفين بيقول صفر الإبادة الجماعية، ما بيستهدفوش الأبرياء اللي قتلوا 27,000 لغاية دلوقتي وأصابوا 65,000. النهاردة فلسطين
وفي أهل غزة بيصوتوا في 7000 هيموتوا إن ما خرجوش يتعالجوا بره. هذا الكاذب سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة طلعت أدانة قتل المدنيين. هذا الكاذب الرئيس الأمريكي بايدن طلع وقال إن على إسرائيل أن توقف قتل المدنيين. المتحدث الرسمي الأمريكي لوزارة الخارجية كان معايا هنا وقال نحن ندين قتل المدنيين. أما هذا الرجل كيربي بيقول صفر، مفيش حد بيموت، إسرائيل حنينة بتهدم البيوت وبتقتل الغزاوية وبتقتل أكتر من 110 صحفي وبتضرب المستشفيات لأنهم أبرياء، لأن دول كلهم حماس، شعب غزة حماس، بيدوهم دول حيوانات بشر مش بشر عادي. لكن هو بيرفض مثل هذه التصريحات. هذه اليد الأمريكية والسياسة الأمريكية هي اللي دفعت مجموعة من الدول إنها تقول لهم شيل إيدكم عن الأنروا، وإحنا في الشتاء في عز البرد، أطفال فلسطين ونساء فلسطين منهم للسماء في هذا البرد اللي قاعدين في بيوتنا بنتغطى ببطنيتين ثلاثة وجايبين دفايات، وهم قافلين معبر كرم أبو سالم بقالهم 5 أيام ومنعين دخول أغذية وعلاج وأغطية لإخواتنا في فلسطين. ما هذا الفجر العالمي؟ ما هذا التبجح العالمي؟ ثم تأتي إسرائيل مظاهرات وتصويت على إسقاط حكومة نتنياهو. يا رب يغور نتنياهو، يا رب أنت قادر على كل شيء. إسرائيل النهاردة نيويورك تايمز طلعت، مش احنا الأسلحة كانت إسرائيل بتقول إنها بتتهرب من سيناء، النهاردة نيويورك تايمز بتكشف حماس حصلت على الأسلحة من مخلفات الجيش الإسرائيلي. من 2007 حتى الآن كل شوية إسرائيل بتضرب غزة بصواريخ كانت فيها صواريخ ما بتنفجرش، حماس خدت هذه الصواريخ، زائد بيعترفوا أن هناك سرقات. هو مش عايز يقولك بيع كمان، لأن بيتدفع الإسرائيليين وبيطلعوا أسلحة بيسمحوا الحماس يدخلوا المخازن وخدوا أسلحة من داخل إسرائيل واشتغلوا عليها وطوروها جدا. فين الأسلحة اللي داخلة من سيناء يا نتنياهو؟ فين الأسلحة من عندك؟ عشان تعرفوا أن الجهل في الحرب وأن تجهل خصمك اللي هي حماس يعني أنك ستعاني كثيرا، وأنك دولة ضعيفة، وأن ادعاءاتك طول الوقت بأنك إسرائيل القوية الديمقراطية من أكبر قوى العسكرية في العالم، أنتوا قوى هشة. الآن تدور مفاوضات تقودها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، الهدف منها الوصول إلى إيقاف الحرب. إسرائيل تقدمت بمقترحات وحماس تقدمت بمقترحات ومصر تقدمت بمقترحات، وبتخوض الآن دور مهم جدا للوصول إلى اتفاق لوقف نزيف الدم وهذا العدوان الغاشم القاسي في مجتمع وفي عالم أصبح بلا قلب تحكمه المصالح فقط. النهاردة المنتخب المصري بعد ما أقل من 2 ساعة سيخوض مباراته الهامة جدا ضد الكونغو. هنلعب الكونغو الديمقراطية النهاردة، الفائز هيقابل الفائز من غينيا وغينيا بيساو، هيلعبوا النهاردة كمان. المنتخب القومي في أحسن حالاته المعنوية، وإن كان بيعاني من غياب عدد من اللاعبين على رأسهم محمد صلاح، محمد الشناوي، وإمام عاشور. إمام عاشور كويس جدا وراح لهم وتحايل عليهم وقال لهم أرجوكوا أنا كويس سيبوني ألعب، ولكن الجهاز الطبي وفيتوريا قال لك لا، القانون بيقول هما 6 أيام لازم يعدي 6 أيام بعد إصابته بارتجاج في المخ أثناء التدريبات، فلازم نطمئن عليه، مصلحة اللاعب أهم، رغم أن إمام عاشور من أفضل اللاعبين في هذه البطولة. محمد صلاح تواصل مع اللاعبين عبر زوم وقال لهم أنتوا قدها وأنتوا هتفوزوا وأنتوا قادرين، وقال لهم أنا جاي أنا بستعد وبجهز علشان ألحق بيكم، هنفوز هنفوز
إن شاء الله. أما إن ما فزناش فلنا كلام آخر، دعونا اليوم نتفائل من العاشرة مساء ونثق في أولادنا، ونثق إن كلهم هيبذلوا أقصى جهد عليهم علشان يفوزوا النهاردة ويفرحوا الشعب المصري. وفي الرياضة أيضا لابد أن نغني يا أبو تلاتة يا أبو تلاتة. النهاردة الزمالك فاز على أهلي جدة 3-0 وفاز بالبطولة الودية بعد أن فاز في المباراة الماضية على بضربات الجزاء على الرجاء المغربي. مباراتين مهمتين، الزمالك شكله تحسن كتير، كان راكب المباراة، استطاع أن يقدم مباراة كبيرة، أن يسعد جماهيره، أن تغني يا أبو تلاتة يا أبو تلاتة. أصبحت المنتخبات الفرق المصرية بتحقق الفرحة للمصريين. قبل كده غلبنا اتحاد جدة الأهلي 3-1، وادي الزمالك النهاردة في مباراة ودية بعد بطولة سابقة لم يكن موفقا فيها في دولة الإمارات العربية الشقيقة، إلا أنه هذه المرة استعد جيدا وقرأ أوراقه جيدا، وبرغم غياب بعض اللاعبين المهمين زي محمد سيد زيزو إلا أنه نجح في أن يعود بالبطولة. لدينا قصص كثيرة فلنبدأ الحلقة. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من مع خيري. النهارده الاحد 28 يناير 2024. مش عارف ليه دماغي في اكتوبر. الدنيا برد، بس بيقولوا لنا ان البرد اللي شفتوه كوم، والبرد من بكره كوم تاني، وهنشوف عواصف وهنشوف صقيع على مدى 3 ايام، وان دول من اشد ايام الشتاء. ما هي أحوال الجو غدا؟ اللي مسافر يسافر ولا لأ؟ نتقل قوي ولا الدنيا معقولة؟ خلونا نعرف ده كله من الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة إيمان أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ خيري، وأهلا بكل السادة المشاهدين. مساء الخير على حضرتكم جميعا. مساء الفل على حضرتك. نعمل إيه يا فندم بكرة؟ الدنيا ساعة قوي؟ أيوة فعلا، زي ما حضرتك قلت، يعني بداية من بكرة ويمكن حتى نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم كمان هيكون في حالة من التقلبات الجوية. ده طبعا بسبب منخفض قطبي، أول مرة بيأثر علينا في الشتاء هذا العام. طبعا المنخفض ده هيعمل على بعض المتغيرات وبعض التقلبات. فأول حاجة طبعا هيكون في معانا انخفاض في درجات الحرارة. يمكن احنا بقالنا أسبوع تقريبا درجة الحرارة منخفضة وحاسين فعلا ببرودة في الطقس. أيوة. لكن بداية من غدا هيكون في انخفاض اخر بحوالي درجتين تقريبا. يعني تبقى كام درجة الحرارة تقريبا؟ اللي عظمى هتسجل على القاهرة 16 درجة، الصغرى هتسجل من 9 ل 10 درجات. فهنبدأ نحس فعلا ببرودة سواء اثناء النهار وشديد البرودة اثناء فترات الليل، فهنحس باختلاف كبير في الكتل الهوائية وفي الاحساس بدرجة الحرارة. تاني حاجة هيكون معانا رياح، ودايما لما بيكون في نشاط رياح وهواء وسرعات عالية ده بيزود الإحساس بالبرودة. فإحنا طبعا ده هيخلينا نحس إن الجو أكثر برودة كمان من انخفاض درجات الحرارة، فهنحس شعور إن الجو سواء الليل أو النهار الأجواء باردة جدا. وطبعا مش المهم إن إحنا يكون الملابس تكون شتوية ثقيلة سواء أثناء الليل أو النهار. في أتربة، في عواصف هتكون لا ان شاء الله ما فيش اتربه، لكن طبعا معانا امطار. الامطار هتكون متفاوته الشده ويمكن هتستمر معانا من بكره لغايه نهايه الاسبوع. الامطار طبعا على مناطق مختلفه، فنبدا نذكرها بالتفصيل. اول حاجه طبعا الساحل الشماليه بدايه من مطروح، اسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، كل المناطق دي هتتعرض لامطار بدايه من متوسطه الى غزيره. طبعا. المناطق الداخليه من الوجه البحري امطار متوسطه، القاهره هيكون ليها نصيب من الامطار ان شاء الله، لكن هتكون اقل حده طبعا من المناطق الشماليه، وده هيكون بدايه من غدا الاثنين ان شاء الله. طبعا هيكون في اضطراب في الملاحه البحريه بشكل كبير على البحر المتوسط، هيوصل من 3 ل 4 أمتار. فطبعا عمليات الصيد والملاحة هتكون غير مهيئة تماما على البحر المتوسط، ويمكن كان في إغلاق للموانئ أمس وأول أمس، مينا طبعا العريش، وطبعا كان في مينا شرم الشيخ، كفر الشيخ سوري، البرولس كانت مغلقة. طبعا الأيام القادمة أيضا هنشهد بعض الإغلاق بسبب ارتفاع الأمواج، مهم جدا نكون واخدين حذرنا في عمليات الصيد والملاحة،
وطبعا مع نشاط الرياح مهم ان احنا نبتعد عن اللوحات المعدنيه، اعمده الكهرباء واكشاك الاناره، تجنب طبعا لاي مشاكل لا قدر الله. طب بالنسبه للطرق اللي مسافرين بيسافروا اسكندريه، بيسافروا دمياط، بيسافروا مرسى مطروح، هل الطرق هتكون امنه ولا يفضل ايه؟ طبعا المناطق الشماليه اللي هتكون بتشهد امطار غزيره يفضل طبعا ان احنا نكون حذرين جدا في القياده على الطرق، يعني بدايه من اسكندريه وحتى بورسعيد ودمياط، المناطق دي هتكون اكثر غزاره في الامطار، فطبعا بدايه من غدا نحاول ان احنا بقدر الامكان ناخد بالنا كويس جدا من القياده على الطرق. لكن بالنسبه يعني للاتربه ان شاء الله ما فيش اي اتربه، لكن مع الامطار بتنخفض الرؤيه بسبب طبعا الشبوره اللي بتنزل بعد المطر، فلازم نكون حذرين في القياده على الطرق. انا بشكرك جدا دكتوره ايمان شاكر. هل يا ترى ده هيتكرر ولا دي اقصى موجه جايه لنا من البرد؟ لا، هو حتى الان دي تعتبر الموجه الاولى والاقوى خلال طبعا هذا الشتاء. يمكن احنا على مدار طبعا بدايه فصل الشتاء وحتى منتصفه كانت الاجواء تعتبر دافئه، يمكن ما حسيناش بالبروده غير الاسبوع اللي فات، فتعتبر دي اقوى موجه حتى الان، لكن وارد طبعا انها تتكرر. لكن دايما يعني خلاص مجرد ما ندخل في شهر فبراير بتكون الموجات اقل حده وبتبدا درجات الحراره تتحسن تدريجيا. بشكرك جدا دكتوره ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد الجويه. اتمنى لكم ايام دافئه، خدوا بالكم يعني اللي مسافرين وكده ياخدوا بالهم، الاولاد اللي بيروحوا مدارس وبيقعدوا يكبروا مع اهاليهم، لا انا حران، لا مش عارف ايه، لا البس، علشان كمان في فيروسات في الجو والاصابات الرئويه كتيره قوي الايام دي، فخدوا بالكم، ربنا يحفظكم. معرض الكتاب على مدى 3 ايام، خميس جمعه سبت الحد، امبارح زاروا مليون شخص، مليون، رقم كبير ورقم مبشر، لان بيقول رغم كل الظروف نحن شعب يقرا، نحن شعب يبحث عن الثقافه، في ندوات وفي فعاليات كتيره ومهمه جدا، في حفلات توقيع لكبار الكتاب، الدنيا شكلها كويس قوي. من الظواهر اللي كانت موجوده في معرض الكتاب هو ظهور بعض البلوجرز أو الشخصيات تيك توكرز وخلافه، كانوا في معرض الكتاب، وكانت من الملامح البارزة شفنا حفل توقيع كنزي مدبولي، البلوجر الشهيرة وهي بتوقع على كتابها، وشفنا الزحام الشديد عليها، هي على حسابها 4 مليون تقريبا، عدد مش قليل، عدد كبير. خلونا نفهم هي مين كنزي وايه اللي ودها لعالم الكتابه. اهلا وسهلا يا كنزي. اهلا بحضرتك استاذ خيري. اهلا بيكي. ايوه انت معانا عبر زوم اهو، شفناكي من غير الدوشه. كنزي انت دارسه ايه؟ انا خريجه اعلام في الاكاديميه العربيه. خريجه اعلام، ده كويس جدا. ايه اللي وداك لعالم الكتابه؟ انت اشتهرتي كبلوجرز اكتر، منتشرة على وسائل التواصل، على السوشيال ميديا، ايه اللي وداك لفكرة الكتابة؟ بص حضرتك، هو انا يعني بحسب نفسي ككونتنت كرييتر، صانعة محتوى مش بلوجر. أيوة. لان انا بعمل فيديوهات كلها تمثيلية، سواء كوميدي او سواء حاجات توعوية، ببقى كاتبة سكريبت، والحمد لله بيعجب ناس كتير، ان انا مش بعمل حاجة ترند او مش بعمل حاجة متقلدة، انا بعمل فيديوهات زي ما يكون مثلا سكتشات كاملة، يعني في بتوصل فكرة أو بتوصل حاجة. وأنا من زمان وأنا بحب جدا القراءة، ومن وأنا صغيرة كان نفسي أن أنا أعرف أكتب، ولما كبرت بدأت أتطور شوية من نفسي، في الجامعة درست كتابة السيناريو، فدي مش حاجة جديدة عملتها مثلا أوفر نايت أو في يوم وليلة، لا دي حاجة أنا كان نفسي أعملها من زمان جدا. كتابك عن إيه؟ كتابي رومانسيه ودراما اجتماعيه، بيتناقش عن يعني بيناقش عامه في الفكره، يعني عشان ما احرقش. ايوه. هو حيكون بطل اسمه علي. علي هيقرر ان هو يروح دهب علشان بيهرب من حاجه معينه احنا لسه يعني هنعرفها بعدين، بس هو اهم حاجه ان هو الكتاب بيناقش، مش بس كتاب رومانسي وخلاص، لا بيناقش حاجات كثيره قوي مهمه، زي قد ايه مثلا الاهل قادرين ان هم يبوظوا حياه عيالهم، يعني مثلا ممكن يكون حد فاكر ان هو انا يعني ممكن يكون مثلا حد فاكر ان عيالهم مش هياخدوا بالهم لما يكبروا، او اللي هو الطريقه اللي هو بيعملها بيهم، مش عارفه اقول
مش عارفه اقول من غير ما احرق، فعشان لا ما تحرقيش. انت كتابك روايتك اسمها فرصه من دهب، دي اول روايه ليكي، صح؟ دي اول احتكاك ليكي بالجماهير مباشر، يعني اول مره تنزلي وتلاقي اعداد بتعرفك وبتقبل عليكي كده؟ لا، هو انا الحمد لله دايما انا بحب ابقى في ما بيني وما بينهم دايما، يعني هما بالنسبه لي مش اعداد او مش ارقام، انا ايوه بحب اقابلهم دايما، فدايما بعمل تجمعات وميت اند جريتس على قد ما بقدر في محافظات كتيره يعني، فالحمد لله دايما بشوف، يعني دايما بشوف العدد ده، بس طبعا ده كان اكتر بكتير يعني، كنت مبسوطة؟ جدا الحمد لله والله العظيم. حسيت انك نجمة؟ يعني حسيت يعني ان ربنا معوضني عن حاجات كتير يعني، الحمد لله. يعني أنا لازم أهنيكي لمجرد إنك يبقى عندك رؤية وتشتغلي على نفسك، وده شيء رائع. بس عايز أسألك، وأنا يعني كنت متردد أسألك في بعض الأخطاء الإملائية اللي البعض وقف قدامها واللي طرحوها على السوشيال ميديا بعد ما اتقال إنك عاملة رواية، والرواية دي عمل فني أدبي صعب من الأنواع الصعبة في الكتابة، فقال لك كيف يمكن أن تقتحم هذا المجال وهي بتخطئ في اللغة العربية؟ تمام، طب ايه الاخطاء؟ لان انا مش شايفه الشاشه، في حاجه كانت حاجة بالضاد، بالدال، كتبتها بالضاد، حاجة كده كانت، انا ما شفت. ما شفتهاش يعني، ما حدش لفت نظرك أبدا إن عندك لا أخطاء إملائية كبيرة؟ لا، ما لان هو انا رجعتها كتير برضو مع اسامي كبيره يعني الحمد انت لله، في جبتي مصححين للروايه بتاعتك. كبير جدا هو يعني. انا عايز اقول برضو ان هناك بعض الكتاب كان خطهم وحش قوي، بعض الكتاب ما كانوش بيهتموا قوي، رغم ان القراءه الكثيره بتخليك تتقن الكتابه والتعود، مش لازم تبقى عارف القواعد النحويه، لكن كل ما بتقرا اكتر ما بتغلطش، لكن ممكن الخطأ وارد، بدليل ان دور النشر كلها فيها مصححين بيراجعوا الكتب يعني، فده ما ينتقص منك. لكن عندكم اهي شيء، شايفه اللي مكتوب؟ أنا قدامي مش شايفة حضرتك، بس اخويا اتجوز فلازم اتدرب على ان اكون عمته الحربية قبل ما يخلف، اتدرب ده مش حاجة، بالضاد. دي مش حاجة من الرواية، دي حاجة. دي من الرواية بتاعتك ومكتوبة غلط كده؟ لا لا ده لا، مش مش من الرواية. الرواية ده. لا بص حضرتك، هو في هجوم يعني غير مبرر، لان انا الناس اللي هجمتني، حضرتك الرواية نزلت من يومين، انا الهجوم ده شايفاه بقالي شهر ونص تمام. من قبل حتى ما اقول اسم الرواية يعني. انا ليه بيهاجموك يا كنسي؟ بص، على قد ما انا الحمد لله في ناس كتيره بتحبني، وعلى قد ما انا بشوف دعم كبير قوي، على قد ما برضو ده هيعرضني ان انا في فئه معينه من الناس هتشوف اي نجاح بعمله او اي فرصه، يعني حتى لو النجاح ده بالنسبه لهم مش حاجه واو، انا بالنسبه لي انا ناجحه في حاجه انا بحبها الحمد لله، فهيفضل ده حاجه تضايقهم من غير سبب يعني. انا الروايه بقى لها 3 ايام بس، يعني من اول معرض الكتاب، و عمالين يقولوا يعني، بيقولوا مثلا القصه بتاعت الروايه عن قصه حياتي، قصه الروايه عن مش عارفه ايه، بيتكلموا ان هم قروها وبيقولوا رايهم فيها، وبيقولوا قد ايه هي وحشه وقد ايه كتابتي وحشه، وهي ما نزلتش. فده كان حاجه متوقعه ان هو لما تنزل، يعني كنت متوقعه ان ده هيحصل، لان هي زي ما بقول لحضرتك اول ما اعلنوا ان انا هنزل روايه انا شفت حاجات وحشه جدا. بس وقفعات يعني كمان، يعني مثلا هي الروايه فور اكزامبل اسمها فرصه من ذهب، ايوه مدينه ذهب، القصه كلها في مدينه ذهب، فلما ترجمت بقى تشانس فروم ذهب، لان انا مش قصدي ذهب اللي هو هي جولد اترجمت يعني، كمان لا العنوان المترجم، العنوان. فهي مترجمه تشانس فروم ذهب، ذهب المدينه المصريه، عملت فطبعا كم اخدتها. طبعة يا كنزي؟ 22 طبعا في 3 ايام؟ الحمد لله. ازاي؟ يعني على طبعا فكرة هما دور النشر ما بتطبعش كميات كبيره، بتطبع الطبعه بتبقى كميات قليله، وده بيبقى نوع من الذكاء للترويج يعني، لكن في مده في 3 ايام لحقوا يطبعوا 22 طبعه، ولا عاملين ال 22 طبعه قبليها؟ لا قبليها، لان انا هما فتحوا حجز الرواية من شهر، فاوريدي الناس طلبت كميات كبيرة،
فهم طبعا على اساس الكميات الكبيره اللي اتطلبت وحطوها في معرض الكتاب، بس هي اتباعت في معرض الكتاب. يعني ما بعد كانوش فعلا. متوقعين، اه الحمد لله، مش كانوش متوقعين ان الكميه دي كلها هتتباع، وما كانوا شايلين منها حاجات هيوصلوها للمحافظات يعني. طيب بص، فلما اتباع طبعا تاني. طيب انا بهنيكي، انا هقرا الروايه وهبقى سعيد ان انا اقراها، لكن عايز اقول لك برافو عليكي وما تتهزيش، وحتى لو مش احسن عمل هتعملي احسن عمل، انك في السن ده عندك هذا التحدي وهذا الاصرار. ما تبصيش وراكي، اللي يشد الجاكيت اقلعيه واديهوله، وخليكي مكمله طريقك، لان اللي بيبص ورا هم اللي بيقعوا وبيتعثروا. خليكي زي ما انتي، مقتنعه انك قويه، مقتنعه ان عندك مشروع، طوري نفسك، اقرا اكتر، واكيد هتبقى حاجه مهمه. اللي بيؤمن بنجاحه بينجح، فبتمنى لك التوفيق. ميرسي جدا، شكرا، بشكر شرف ليا. جدا وانت طيب. بشكر كنزي مدبولي اللي عامله الجدل الكبير ده، لكن واضح انها شابه واثقه في نفسها وعندها رؤيه، وده شيء رائع، لازم نشجع اولادنا. من حوالي اسبوع نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل كتب بوست على صفحته بيلوح فيه بالاستقاله من منصبه، وبيفوض وكيل اول النقابه الفنان الكبير حلمي عبد الباقي للقيام بمهام منصبه. ساعتها زملائي في الاعداد اتصلوا بالاستاذ مصطفى، فقال لهم انا في مود مش كويس، غاضب، فمش عايز اطلع وانا غاضب، عايز اهدى وبعدين اطلع اقول ايه الاسباب. اعضاء مجلس النقابه مش موافقين على قرار الاستقاله، وكانوا عاملين اجتماع بيعلنوا فيه رفضهم لاستقاله مصطفى كامل، وشايفين ان مصطفى كامل اعاد للنقابه وللمهنه احترامها. ما هي الكواليس؟ ما الذي اغضب مصطفى كامل؟ خلونا نعرف من الفنان الكبير حلمي عبد الباقي، وكيل اول النقابه والمطرب المعروف طبعا. استاذ حلمي اهلا وسهلا. مساء الفل استاذ خيري، اولا انت وحشني جدا والله، وانت كمان جدا جدا يا جدا، حبيب حبيبي وحشني ربنا. صوتك وحشني حفلاتك، وعايزين حبيب. نشوفك تاني ترجع لنا. لا لا والله، بص انا بدات ارجع اهو، ولسه عامل حفله في الساقي الطاوي، كانت الحمد لله كومبلي يعني رائع بفضل ربنا، والناس كان استقبالهم رائع جدا وشغال. يعني عارف ان العمل النقابي اكيد بيسحب طبعا، من الرصيد. ما تخلوش يسرقك، انت اسم كبير وليك حبيبي. جمهورك حبيبي يعني. حبيبي يا استاذ سيد، حبيبي تسلم لي. فنان طبعا انت، ايه الازمه؟ انت برضو ايه، اجبت نص الاجابه تقريبا، يعني ان مصطفى كامل يعني بجد انجز ما لم ينجزه ولن يستطيع اي حد انجازه في خلال الفتره البسيطه جدا واضح اللي مصطفى تولى فيها. انا بقول مصطفى ده عشان مصطفى طبعا عشره عمري وحبيبي طبعا واخويا طبعا اخونا وصديق كفاح وصديق نجاح وصديق حاجات كتير قوي يعني. فانا كنت في بروفا يعني من عشان الحفله اللي بقول لحضرتك عليها دي، وخرجت، ف صديق ليا قال لي الاستاذ مصطفى كامل كتب دي. بفتح طبعا، انا جات لي صدمه يعني. يعني انا عارف ان هو في فتره، بقاله فتره كبيره يعني متضايق وعنده احباطات كتير قوي، بسبب ان في ناس كتير جدا، انت عارف ان اي انسان ناجح لازم في ناس طبعا، واحنا اللي بيشتغل في العمل العام او انت حضرتك لسه قايل لكنزي ايوه، قلت لها ان الانسان ما يبصش وراه، ويعني لازم يبص قدامه ولازم يكمل مشروعه. فده اللي انا قلته لاخويا مصطفى، قلت له مصطفى ما تبصش وراك وكمل مشروعك، المشروع اللي كل الجمعيه العموميه اجمعت بالاجماع على انتخابك بالتزكيه ده، أيوة. كفايه وانت كنت عند حسن ظنهم ان انت فعلا حققت حاجات خياليه، يعني خياليه يعني لما تعمل ضعف الرصيد، ويمكن اكتر من ضعف الرصيد اللي اتعمل في 7 سنين، انت تعمله في سنه واحده. طبعا طبعا ده صديقي غير بقى. صديقي يا فنان، اتفضل يا استاذ. هتقول لي ايه السبب؟ ما احنا لازم يعني نساعده، ولازم نساعد النقابه على الاستقرار. طبعا ايه السبب؟ بلاش اسماء، بس ايه السبب الحقيقي الذي يدفع مصطفى انه ينسحب ويقعد في البيت ويقرر انه ما يتكلمش، عشان قلقان من ايه؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك لغايه دلوقتي زي ما بيقول لك المعنى في بطن الشاعر،
انما الاسباب الواضحه لينا كمجلس اداره ان مصطفى تقريبا ال 24 ساعه منهمك ومشغول بمشاكل الناس. فبعد لما تلاقي ده ولما تعمل الانجازات دي وتلاقي في ناس بتخبط فيك خبطات يعني مش طبيعيه. ايه جديد في ده؟ يعني سواء حضرتك في النقابه والاستاذ مصطفى طول عمركم بتتعرضوا لده، ومصطفى تحديدا اتعرض لده وخاض معارك كتير جدا من سنوات، يعني ليست في هذه الولايه فقط ولكن في الولايه الاسبق. فايه الجديد؟ هو مصطفى عنده نوعيه خاصه، يعني ان هو لما يجي يقول لك طب انا بعد ده كله ليه انا اتشتم ويتشتم في شغله وفي شخصيته وفي ولاده وحاجات طبعا يعني عارف انت لما تبقى بتعمل حاجات كتير قوي 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 وحاجات نجاحات كتير قوي قوي وتلاقي خبطات جامده، الى جانب بقى الى جانب سبب بسيط جدا من المجلس، يعني عارف انت كل واحد بيبقى مشغول في حياته ومشغول في شغله و و و فهو عنده احساس ان في بعض من الناس هو على فكره ما بيحبش يهاجم حد من المجلس، ولا في ناس صحيح اعتبرهم مصطفى كامل انهم مقصرين في داخل المجلس. يعني مقصرين في العمل النقابي، مش مقصرين أيوة لا قدر الله في حاجه وحشه يعني. تمام. فهو حاسس ان هو شايل حمل كتير قوي قوي قوي، المفروض ان الافم واتنين يشيلوها اتنين على راي. اخر مره قابلته امتى يا استاذ حلمي؟ انا مفيش من 3 ايام تقريبا. طيب ايه الوضع؟ يعني هل هيستجيب؟ هل حاولت معاه؟ اللي حصل النهارده يا استاذ خيري، أيوة. اللي حصل النهارده في نقابه المهن الموسيقيه مظاهره حب كبيره جدا جدا لمصطفى كامل، وانا انا انا اول واحد لما قريت انه بيفوضني وكده يعني قعدت على يعني وقفت في الشارع ما استنيتش لما اروح البيت واقول ان انا رافض الموضوع ده شكلا وموضوعا، لان يعني انا شايفك ان انت حد قوي جدا. طب وجه له رساله من خلال برنامجنا، وجه له رساله انا بساعدك فيها وبقول له ارجع يا مصطفى، الناس بتحبك، واللي ما بيشتغلش يشتغل واللي ما يشتغلش عريه قدام الجمعيه العموميه ويسحبوا الثقه منه ويجي حد غيره، لكن ده ما تنسحبش يا مصطفى، انت طول عمرك طبعاً بتواجه يعني، ولك رساله. اتفضل. طبعا يا استاذ خيري بحييك على رسالتك دي، وانا يعني بقول من خلال برنامجك المحترم ربنا يخليك ومن خلال شخصك الكريم ربنا، انا بقول له يا مصطفى يا كامل يا اخويا ويا صاحبي ويا حبيبي، فعلا النهارده كان في مظاهره حب لرفض التلويح بالاستقاله اللي انت بتقولها، وكل المجلس وكل اعضاء الجمعيه العموميه، انت لو شفت يا استاذ خيري النهارده الناس شفت كانت الصور وشفت كانت عامله ازاي. بجد انا لو منه كنت نزلت فورا للنقابه. احنا مستنيينه ينزل ومستنيه يرفع التليفون ويقول لي انا نازل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك الفنان. شكرا يا استاذ خيري. شكرا الفنان الكبير حلمي عبد الباقي وكيل اول نقابه الموسيقيين. النهارده مجلس الوزراء وافق على مد العمل بمبادره استيراد السيارات للمصريين بالخارج لثلاثه اشهر جديده. ده تيسير جديد، كانت هتنتهي المهله بنهايه هذا الشهر لكن بقت لنهايه ابريل، يستطيع اي حد من الذي يحمل اقامه ان ياتي بسياره من الخارج. وهفكر حضراتكم انك بتشتري السياره والمبلغ المحدد للجمارك والضرائب وخلافه بيتم ايداعه في البنك لمده 5 سنوات وديعه دولاريه باسمك، بعد مضي ال5 سنوات بتستردها بالجنيه المصري بسعر العمله في هذا التوقيت. معنا الاستاذ اسامه ابو المجد، نائب رئيس شعبه السيارات. اهلا وسهلا استاذ اسامه. اهلا استاذ خيري، مساء الخير على حضرتك وعلى جمهورك الكريم. اهلا يا فندم. استاذ اسامه قول لي الخبر ده انعكاسه على سوق السيارات ايه، خاصه ان في ازمه في وجود السيارات في هذه الايام. شوف استاذ خيري، يعني انا هكون واضح وصريح معاك وهتكلم بشفافيه كما عهدنا مع بعض في جميع اللقاءات. تمام، اتفضل. طبعا انا من الناس اللي تنبأت ان المبادره ان شاء الله هتتمد. تمام. وكنت حاطط امال كبيره جدا على المبادره، وكنت قايل المبادره دي هتحقق من لا يقل عن 3 مليار.
تمام. ولكن أكون صريح معاك، المبادرة الأولانية لو تذكر كان فيها عدة تعديلات، وكانت أهم التعديلات النهاردة إحنا عندنا مشكلة ما بين الرجالة اللي شغالة في الخليج وما بين المصريين اللي شغالين في دول الاتحاد الأوروبي. طبعا الراجل اللي شغال في الاتحاد الأوروبي ده بياخد زيرو جمارك، طب اللي شغال في الخليج بعد المبادرة الأول كان بياخد خصم 30% وبعدين بقت 50% وأخيرا في شكلها الأخير بقت 70%. أي يبقى النهاردة لو هو عليه، أنا هدي أمثلة بس عشان الناس يعني لو قلنا مثلا هو عليه الجمارك دي 10,000 دولار، أيوة فهتبقى الوديعة 3000 دولار بس. رائع. ودي حاجة جيدة جدا طبعا، متوقع المبادرة تحقق فعلا أرقام كويسة. ولكن التحرك العنيف خلال الشهر الأخير بالنسبة لسعر الصرف أمام سعر الدولار، أنا بقول لحضرتك ودايما إحنا بندق نقوص الخطر وبنقول اللي هيحصل قبل ما يحصل عشان الناس تتنبه له ومتخذ القرار يتنبه له. أصبحت النهاردة المبادرة هيحسب لك الوديعة عن الدولار ب30، في حين إن هو سعره على المغترب بره ما عادش 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60 كما تعلم. طيب ما هو هيشتريها من بره بالعملة بتاعت البلد اللي هو فيها وهيسيب الفلوس هنا بعد خمس سنين. الدولار بكام؟ بعد خمس سنين هتبقى ايه؟ ما هو الدولار بكام لو غيره وجي يشتري مصري هيشتريه غالي. الدولار النهاردة ايا كان سعره المبلغ هيودعه في البنك. هل بعد خمس سنين الاسعار هتفضل كده؟ انا عايز من منبر حضرتك اوجه رسالتي. اتفضل. الرسالة الاولانية ابدأنا العاملين بالخارج، احنا في وقت في أزمة حقيقية ويجب أن المصريين جوه مصر وبره مصر يتكاتفوا، ولازم أبنائنا العاملين في الخارج يعرفوا أن احنا محتاجين كل دولار ومحتاجين في الوقت الحالي أن يكون في مساندة. لأن أنت عارف السنة اللي قبل فاتت احنا كان من أبنائنا العاملين كان في 31 مليار وشوية، السنة اللي فاتت طبعا قل الرقم ده، وفي وقت احنا الموارد الدولارية عندنا مهمة جدا احنا نحافظ عليها. فبناء عليه أتمنى 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 من أبنائنا العاملين إن هم يتنبهوا لهذه الجزئية الهامة جدا عشان المبادرة تنجح وعشان تحقق الأهداف المرجوة منها. لأن هو لو حسبها النهاردة أنا معروض عليا أبيع الدولار بكام وهو سعره في البنك بكام، مش هتحقق النتائج المرجوة منها، وإحنا عايزين فعلا كل دولار في الفترة الحالية. طيب كويس. دي أول جزئية. الجزئية الثانية والهامة جدا، يعني من 2019 وانا ليا مطلب وبقول يا جماعه ارجوكم، في قرار سنه 98 ان ممنوع يدخل مصر العربيه الا موديل السنه الواحده. سنه 98 كان الدولار ب 3 جنيه، ايوه يعني العربيه ب 10,000 دولار ب 30,000 جنيه. النهارده الوضع مختلف، انا الوقت ان هذه القرارات التي اكل عليها الدهر والشرب لازم تقف فورا. لازم حضرتك تسمح بالعربيات الزيرو موديل عام ماضي. النهارده لو العربيه ثمنها النهارده 100,000 دولار، بمجرد ما انت النهارده بتخش 24 بينزل 20 و30% تبقى ب 70,000 دولار وب 60,000 دولار. تمام. بيسمحوا لحد 3 سنين ولا لا؟ انت قصدك في العربيات لا العادي؟ لا في العادي حضرتك بتتكلم على المبادره. وثانيا اسمح 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 بدخول السيارات المستعمله ليه؟ ليه 3 سنين بس؟ واعمل لجنه تقول انا مش هدخل عربيه اللي تكون ماشيه اقل تكون ماشيه حد اقصى 10,000 كيلو، 15,000 جنيه العربيه ما مشيتش، بتبقى زيرو. بتبقى زيرو. أيوة. الصيانه والطرق هناك بتخليها تبقى زيرو. بس الفكره في ايه يا خير بيه؟ العربيه النهارده لو ثمنها 30,000 دولار انت هتجيب بيها 3 عربيات. أيوة. هتحل 3 مشاكل. صحيح. لو ب 50,000 دولار ممكن تجيب 3 و4 عربيات، هتحل 4-5 مشاكل. لكن انت النهارده لما هل احنا مرفهين في الوقت الحالي ان لازم نركب زيرو موديل 24؟ عارف حضرتك موديل 23 ما تقدرش تدخله النهارده. النهارده العربيه المستعمله اللي هي موديل 22 و21 اللي هي كسر الزيرو اللي هي جديده لانج ما تقدرش تدخلها النهارده، ما تسمح بدخولها. العربيه ب 50,000 دولار النهارده لما موديل 21 بتنزل الاسعار بره بصوره مخيفه، وحضرتك يعني تعلم ذلك. طبعا. فبتحل مشاكل كتيره في وقت لا في انتاج وفي عندنا مشكله في التدبير. ليه ما نسمحش بالكلام ده؟ هو احنا اغنى من المانيا؟ المانيا بتسمح بمستعمل، فرنسا بتسمح بمستعمل، كل دول الخليج بيسمح بمستعمل.
هتحل ازمه خاصه انا لسه ما عنديش صناعه سيارات فيعني خاصه انا لسه ما عنديش صناعه سيارات. تمام. حاجه اخيره معلش بالمره انا هستغل هذا اللقاء الطيب. اتفضل. حضرتك في 2021 فخامه الرئيس تولى بنفسه مبادره هامه جدا مبادره جو جرين، وكانت المبادره دي مركزه على الاحلال والعربات الكهرباء. ايوه كويس كده. طيب هقول لحضرتك على حاجه، خطاب فخامه الرئيس الاخير احنا بنصرف محروقات بكام؟ بنصرف محروقات بكام على مدار العام؟ احنا محتاجين عربيات الكهرباء 12 مليار عليها. 12 مليار في المحروقات لو أيوة. حضرتك ركزت في العربات الكهرباء اللي هي بيئه نظيفه مفيش انبعاثات كربونيه صيانه قليله جدا الثقافه الجديده هي المستقبل. لما حضرتك النهارده تسمح كان في قرار سابع خاربي ايوه ان 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 يجوز دخول السيارات الكهرباء والهايبرد والايكو بوست ثلاث سنين غير سنه الموديل. قرار ده اتلغى في 2021. لو سمحتم لما لغيتوا القرار كان في مزمع ان احنا نعمل مصنع سيارات كهرباء اللي هي النصر اي 70 العربيه النصر اي 70 ما عملتوش. ايوه فعلوا القرار ده مره ثانيه واسمحوا بدخول السيارات ديت عشان حاجتين، نشر ثقافه السيارات الكهربائيه والبيئه النظيفه، والحاجه الثانيه نخف الضغط من فاتوره المحروقات. نعم ودي نقطه مهمه جوهريه. وصلت وصلت. انا بشكرك جدا استاذ اسامه ابو المجد نائب رئيس شعبه السيارات، وبهذه المناسبه ايضا اخاطب مجلس الوزراء وسيد رئيس الوزراء، تلقيت عده تليفونات من اطباء وعاملين مصريين بالخارج. القانون بيسمح لحد 10 سنين للاطباء وخلافه والصيادله وكده لو كان بيشتغل في مكان انه ما يمدش ويرجع، ولكن كان في مبادرات تم التواصل أكتر من مرة وتم هناك اقتراح بيقول يا جماعة المصري اللي هتجيبه من بره مش هيروح مكانه مصري، دول الخليج كلها بتحاول توطن الوظائف وده حقهم بلادهم عايزين ولادهم يشتغلوا. طيب اللي هيرجع مش هيجي مكانه مصري، هرجعه عشان ايه؟ الأطباء واللي كلموني طلبوا مني أن أعرض عرضا وهو يا جماعة يعملوا وديعة دولارية، يربطوا مبلغ دولاري حسب المدة اللي هيقعدوها، تستطيعوا إنك إنه يوقع لك على تحويل راتبه بالعملة الصعبة على أن توفر له سعر عادل، ما يبقاش برة ما فيش عاقل هيبقى في السوق السوداء بستين وبخمسة وستين وهيجي يحط الفلوس في البنك عشان ياخدها ب 32 وب 30، واحنا كده بنسمح للاعداء في الخارج انهم يستغلوا ده او اصحاب المصالح في الفساد وفي الازمات الكبرى في اغنياء حرب واغنياء مصائب. ومصر موعوده بهؤلاء الاغنياء اللي بينتهزوا الفرصه من الداخل والخارج عشان يمصمصوها، فما تيجوا نساعد ولادنا ونعمل فكره وهيحطوا فلوس ويلا بينا. كمان العمرة لا يوجد قرار بوقف العمرة في مصر، هذا كان اقتراح مجرد اقتراح وما كانش لوحده، كان مع لعيبه الكورة وكان مع المدربين بتوع الأندية والمنتخبات وأشياء كثيرة جدا، منها لازم نوقف استيراد المكسرات، لازم نوقف استيراد الرفاهيات، لازم نوقف الإنفاق الحكومي إلى حد ضئيل جدا علشان نقدر نوفر عملة ونساعد بلدنا، لكن العمرة قائمة كما هي، مفيش حاجة اتلغت. هسيبكم دلوقتي مع تقرير لبنوتة عندها 16 سنة بتعمل حاجات مبدعة جدا، هدفها تغيير شكل الحيطان، كانت في معرض الكتاب، تعالوا نشوفها عملت ايه. وانا صغيره ما كانتش موهبتي المفضله خالص، يعني كنت اكتر بحب امثل وبحب اغني، لكن ان انا ارسم ما كانتش هوايتي المفضله، كنت بحب الون اكتر، يعني امسك الالوان والون، انا ارسم في العموم لا ما كانتش موهبتي المفضله. بدات احب الرسم اكتر لما بدات ابقى عايزه اعمل هدايا لاصحابي، وكنت ببقى دايما بفكر في هدايا مختلفه، ازاي ادي هدايا مختلفه لحد عزيز عندي وانا بحبه، فكان ببقى شايفه ان الهدايا اللي بتتعبي فيها وبتبقى معموله من ايدك بتكون احسن هديه واقيم هديه.
دايما بحب اطلع اقعد هنا المكان ده مكاني المفضل استاذ حبيبتنا فدايما كانت الحته دي بتقعد في وشي فقلت طب ليه ما استغلش الحته دي واعمل منها رسمه وتبقى من ضمن الماتيريال او الشغل بتاعي اللي انا هقدر انزله كنت عايزه اعمل رسمه تكون مبينه قدراتي اكتر فساعتها قلت هستغل الرسمه الحيطه دي وهعمل عليها رسمه فكنت مضطره بقى ان انا ابدا اتعلم ازاي اعمل معجون وازاي اعمل بالروله وشغل النقاشه علشان ساعتها اعرف اعمل الرسمه دي لازم يكون مترتب كويس وفي اشتراب ما فيش بهدلة ثاني حاجة قهوة بداية اليوم لازم قهوة علشان تظبط مبسوطة كده ومزاجة وانت بتشتغلي وأغاني ولو في لبس قديم او في اي مشاكل ما يترميش بل برسمه بسيطه احوله لشكل تاني وقطعه جديده بدل ما كانت مركونه او هتترمي تبقى كانها جديده واحلى من الاول كمان ونفس الكلام بالنسبه لشكل اي حيطه في اي مكان يعني سواء في البيت او في السطح او في كافيه او مطعم ما يكونش مكان تقليدي كده او باهت فدايما الرسومات بتقدر تحول الحيطان والاماكن واي حاجه في العموم لحاجه قيمه ومبهجه كلها ابداع وغير تقليديه انا نفسي يكون السطح اللي انا بدات منه وسبب بدايه النجاح بتاعي يكون هو المرسم الخاص بيا علشان هو مكان مصدر الهام بسبب ان ده المكان اللي انا ظهرت فيه واتعرفت منه فطبعا ان هو يكون المرسم بتاعي دي حاجه هتبقى حلوه جدا ان انا هعرف اطور الناس فيه وهبقى مبسوطه وانا شغاله اكتر مكان مريح وكمان انا بحبه هتبقى حاجه كويسه جدا تخيلوا كلام في الحب كلام في الحب بدور ادور عايز اعرف منك في البدايه كده ايه حب الناس بشكل عام في الكتب القديمه اللي موجوده في سور الأزبكية والله انا عن نفسي باجي سور الأزبكية لان في طبعات ما عادتش موجوده محضر رساله ماجستير فاغلبيه الكتب اللي انا محتاجها من الاشياء اللي هنا هي الكتب القديمه بتبقى ليها ستايل برضو في الكتابه بتبقى مختلف بتبقى مشوقه بتشد الواحد بتبقى ليها طريقه سرد برضو مختلفه عن الكتب الايام دي اولا شكلها يعني تحس ان انت معاك حاجه تراث كده اللي هو وبعيدا ان في حد تاني قراها قبلك فممكن تلاقي ملحوظات وانت بتقرا دي حاجات ممكن تشد ناس وناس لا وانت بتتمشى في المعرض كده او في سور الأزبكية هنا هل في عناوين معينه لفتت انتباهك والله العناوين انا عن نفسي جيت سور الأزبكية عشان ادور على كتب مصطفى محمود ولقيتها يعني كانت متوفره الحمد لله واشتريت منها كتاب الاحلام انا بهتم بالحاجات الادبيه اكتر العناوين الادبيه وعناوين اللغه العربيه فموجوده ومتوفره في سوق الأزبكية كويسه يعني الحمد لله واسعار معقوله بتناسب الجميع هو بشكل عام مش بكون جايه مترجته حاجه معينه يعني اللي بلاقيه بستحسنه كده فبجيبه على طول شايف الاسعار في سور الأزبكية داخل معرض الكتاب بتختلف عن الأسعار في سور الأزبكية نفسه؟ لا الأسعار واحدة الأسعار كويسة يمكن هنا أفضل كمان أعتقد هنا بتنزل الأسعار شوية عن هناك بتبقى موجودة هي برضو على فكرة وبتبقى يعني أقل شوية ساعات عندما نتحدث عن الثقافة الفن الإبداع كلها تعبر عن صناعة الوعي معرض الكتاب اللي راحوا مليون في 3 أيام مليون من الشعب المصري أطفال وشباب وكبار ده معناه أن الشعب المصري ما زال حيا قادرا على التثقف عن البحث عن الكلمة النهاردة ضيوفنا مختلفين لأن احنا كنا بنصنفهم في حتة تانية ولكن ظهروا هذا العام مبدعين في مجال آخر الفنانة والكاتبة والسيناريست والأديبة نادية رشاد أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك أستاذة نادية رشاد لها كتابين روايتين مرة واحدة رواية الخطيئة ورواية مسك الليل دول الروايتين دي عن دار نشر إيه دار غراب
ودي دار الشروق. بنقول دور النشر عشان نشجعكم على القراية. الفنانة نادية رشاد بتروح لمنطقة جديدة في الكتابة هنشوفها، خاصة روايتها اللي بتعيش في فترة ثورة 25 يناير، هذه المرحلة اللي حدث فيها تغيرات كبيرة. أما ضيفنا الآخر فهو عرفناه جميعا وحفظنا أغانيه، شاعر غنائي من طراز خاص قرر أن يعتزل وابتعد عنا، وإن بقيت كلماته وبقيت أغانيه ولكن هو ابتعد تماما. واستغربنا هذا المبدع متعدد المواهب المثير للصخب عندما ظهر، لو أنتوا فاكرين كانت الدنيا حواليه كبيرة قوي، وهو أهل اللي بيكتبوا ده جارح ولا مش جارح ولا خلافه، ثم اكتشفنا ان احنا افتقدناه وانه قدم لنا فن جميل مازال عايش حتى الان. يطل علينا هذه المرة بتجربة جديدة جدا الشاعر عنتر هلال. اهلا وسهلا. اهلا بيك وبشكرك على المقدمة التحفة دي. ربنا يكرمك انت تستحق. هذا هو الديوان التشكيلي، لاول مرة نشوف هذه التجربة، شاعر ورسام بيقدم لنا ديوان شعري ومع كل قصيدة لوحة فنية بإيديه. يعني مش عبء الكتابة فقط ولا عبء الشعر فقط، ولكن عبء الفن التشكيلي والرسم وإحياء مرة أخرى. فقرر أن يعبر عن نفسه بشكل مختلف عما عهدنا. دعونا نقترب من الشخصيتين الكبار، تعالوا نغوص كده، لأن عالم الأدب بيعكس في النهاية رحلة حياة. أستاذة نادية، لماذا هربتي إلى الكتابة أم استقريتي في عالم الكتابة وغادرتينا إلي الأوي؟ آخر مرة شفناكي أعتقد كان المسلسل الاختيار. كان الاختيار، كنت عاملة فيه دور والدة الرئيس عبد الفتاح فخامة الرئيس. أيوة. وكان بعديه عملت حاجة اسمها وبيننا معاد. أيوة. بس يعني الجزء الثاني اللي هو موجود دلوقتي أنا الشخصية بتاعتي مش موجودة فيه. سبت الكتابة، كنا بنشوف لك أعمال درامية هايلة. أيوة. قدمت أفلام وقدمت مسلسلات، وبعيدا عن أنك مثلت في أعمال كثيرة جدا يعني كان لها ملامحها، فنانة قديرة محترمة، كنت بتقدمي فن حقيقي، ثم اختفيتي وسبتي ده كله ورحت للكتابة، لماذا؟ أنا ما بقدرش دلوقتي أقدم أعمال درامية مكتوبة، لأنه الحياة اختلفت قوي من بعد 2011. بدأ يبقى فيه حاجة اسمها الورش. بدأ يبقى فيه يعني نزعة كده من بعد 2011 مضادة شوية للمسنين، يعني يعني تمييز ضد المسنين. بص على الشاشة هتلاقي قمر. ربنا يخليك. وبعدين الأستاذ أسامة أنور عكاشة ما كان في الآخر بدأ يلجأ إلى الورش، يعني كان بيستعين بناس. لا هو بس كان اسمه هو المدرس والأستاذ. أيوة. لكن أنا ما أعرفش أعمل ده. ما تعرف. أنا ما أعرفش أعمل ورشة أو حاجات زي دي. أنا بحب أكتب. بس العالم كله اتجه لفكرة الورش دي، بتعمل تنوع ورؤى مختلفة. بالنسبة للورش هي اللي أنا فهمته إنها جاية من أمريكا. أيوة. وأنا شايفة أنه الفن الأمريكي والفن السينمائي الأمريكي والمسلسلات الأمريكية بقت فيها ضحالة فكرية. قولا واحدا يعني. صحيح. بقى كلها إما إبهار معتمد على التكنولوجيا والإبهار على التكنولوجيا، واجيب لك كائن شاطرين هم قوي هم بيعملوا الحاجات دي، وتلاقي كائن عمال يفرقع في وشك، وناس عمالة ماسكة رصاص وبتضرب. الإنسانيات قلت قوي 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 عندهم. صحيح. وانا ما احبش ان ده يتنقل عندنا. تمام. يعني يتنقل بقدر، لكن ما يبقاش هو ده اللي سائد، لانه بيعتمد على مبالغ طائله بتتكلفها هذه الاعمال، وهم قادرين يعني ياخدوا فلوس من كل الدنيا، لانه الشاشات في العالم كله بتعرض يعني اعمال امريكيه. تمام. فإنما احنا مش هنقعد يعني نصرف الفلوس دي. وبعدين هو الفن للفن ولا الفن للمجتمع؟ ما انت عندك قضيتين. انا بعتبر الفن للمجتمع. صحيح، وانا اتفق معاك تماما. انما حكايه الفن للفن وان انا اضيع لك وقتك تقعد قدام الشاشه تتفرج على حاجات بتفرقع وبني ادم نصه بني ادم ونصه بايونيك ونصه مش الحاجات دي كلها.
اتفرج عليها لكن ما اعيشهاش. طب ليه ما خدتيش المعركه في انك تقدمي كتابات مختلفه تحافظ على هذه المساحه الانسانيه؟ بقدم حضرتك ما بيردوش عليا. يعني شركات الانتاج ما بتردش عليا خالص. فانا ادركت انه مش مطلوب جيلي يكتب لا انا لا محمد السيد عيد لا بشير الديك لا محمد جلال عبد القوي لا يسر الجندي رحمه الله عليه. كل المجموعه دي انا شفت ان هم تقريبا مستبعدين في صفحه كده واتقطعت من الاجنده. فانا دورت على حته تانية اقول فيها افكاري. فطلعت الكتب طلعت لوحدي. لا لازم الاقي بدائل. فكره الروايه ليه رحت للروايه مش للقصه القصيره مثلا؟ وهي نفسها للقصه القصيره صعبه في الكتابه. انا تعودت اكتب كمان مسلسلات. انا بعتبر المسلسل نوفل. القصه القصيره يعني ليها فرسانها افضل مني. انما ده اللي ربنا قدرني عملته يعني. طيب يا استاذ عنتر. نعم. انت رحت فين؟ انا معاك. رحت فين؟ انا متواجد. بس هو القصه انه زي واحد بيكتب من السبعينيات واكتشفوه ووصلت وقعدت في يوم من الايام مع الراحل صلاح جاهين واسماء كبيره تقوم تنسحب؟ هو بيني وبينك انا يعني مكره على الانسحاب وليس دي مش رغبتي. يعني اولا انا كنت انا راجل مؤسس على صلاح جاهين على فؤاد حداد على الابنودي على امل دنقل على اسماء كبيره اسستني وشكلتني وانضجتني وتقريبا حافظ شغلهم على ظهر قلبي يعني. فخدت ويمكن كان ليا نصيب من التاثر بصلاح جاهين اكتر. من حيث ان هو كان رسام كاريكاتير وانا رسام كاريكاتير وهو كان رئيسي في جمعيه الرسام الكاريكاتير يعني كان الجمعيه المصريه للكاريكاتير. وكان في نفس الوقت هو مسميني المجنون لان احنا كنا بنكتب مع بعض او انا بكتب معاه في فرقه المصريين ايام بقى ما تفكروش يا بنات ان الجواز راح والشوارع حواديت. انا كنت بكتب في فرقه المصريين برضو مع هاني شنوده وكده وعملت وبورس السيد وعملنا اغاني وبعد وحتى اشتغلنا مع بعض لما عمر فتحي انسحب من فرقه المصريين وبقى مطرب سولو يغني غناء فردي يعني. عملنا له اغاني برضو الاستاذ وانا. المهم ماشيه الحياه حلوه وعمالين بنتكلم عن حب جديد لانه اصلا حصلت نقله مع فرقه المصريين. خد بالك بقى نقله نوعيه في الكتابه وخرجنا من الاغنيه التقليديه للاغنيه الجريئه شويه اللي بتتطرق لموضوعات زي ايه؟ يعني مثلا في يوم 8 ديسمبر من عام 77 اتقابلوا ناس كتير او مثلا مرسي السيد لما كتب معانا كتب مثلا بحبك لا محتاج لك بقلبي لا بعقلي كتير كتير بشتاق لك واوقات كتير بحتاج لك لكن ده ماهوش معناه بحبك لا او ما تفكريش عشان بحبك ما اقدرش يوم استغنى عنك ما تفكريش عشان بعدت هبقى انتهيت انا والحياه مثلا او انا كنت كاتب مثلا ابدا مش غصب عني دي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح والف صح عرفت احلم واغني من بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امنت يا حبي اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح. فكنا بنكتب افكار وقوالب من الاغاني وفيها نوع من محاوله الخروج من قبضه الـ 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 الحب الضيق الى عوالم جديده وبتاع. ومشينا على هذا النسق شويه والفرق اتشهرت وجاء حميد الشاعري خد مننا بقى وعمل الاغنيه المبهجه وبتاع. مشينا ومشيت انا برضو مع حميد وكتبت عيني نفسه من عيني وكانت من لحن برضو وعملت اغاني كتيره جدا. محمد محي انت عملت معاه؟ محي عملت 38 اغنيه معاه يعني وكمان برضو كلها افكار جديده مع محي. وحسام حسني بقى وكل البنات بتحبك واسماعيل بلبيسي انا من البدايه غربه بتحمل وسيمون وشاهين الدنيا دي كلها. وفجاه ظهرت نوع من الغناء بين يوم وليله صحينا لقينا غناء كده تفشى في الشارع المصري اسمه مهرجانات. هذا الغناء انا لحد دلوقتي مش مستوعبه. هو بدا يختفي. هو برافو عليك. يعني ما زال اللي موجود دلوقتي الرابرز ده وده برضه حقيقي يعني هياخد وقت فلاش كده وهيخلص لانه لانه مش مؤسس على قواعد ولا على ده. هو نوع من الابهار او نوع من الفلاش بيعمل خضه كده وبعدين بياخد وقته. وعلى فكره على مدار 40 سنه انا بكتب فيهم الاغنيه او اكتر انا عدى عليا النماذج عدت التجارب دي قدامي يعني عليا كتير وانسحبت ولكن يبقى دائما الاغنيه
اللي هي بتحت يعني بتحمل موضوع او بتحمل رساله او فكره يعني كريم. المهم انا مش موجود دلوقتي خلاص، ومحدش بيشاور عليا ومحدش يعني هل بتكتب بس مفيش حد بياخد ولا ما بتكتبش؟ بالظبط، لا بكتب. لكن كل مطرب محاصر باتنين شعراء او واحد، ده في مطرب على فكره هو المطرب كبير جدا يعني، واحد بس اللي بيكتب له كل الاغاني على فكره، مش عمرو دياب، لان عمرو عنده اكتر من حد يعني. فلكن انت ما تقدرش بقى تخترق الطوق دوت اللي مفروض على النجم ده او على الراجل ده. ثانيا اغلب مطربين مصر، وانا بقولها دي وانا اسف، عندهم ضحاله في في في, في الكلمه، يعني الكلمه لا تعنيه، مش هي مش دي قضيته، قضيته المزيكا والابهار. هم عايزين موسيقى واجهزه وحاجات كده بالظبط تعمل الهيصه، فده ادى الى انسحابنا. لكن الشعر مننا، الشعر الاصيل عموما ما بيموتش، لكن بيتحايل على ظروفه وعلى طريقه ابداعه. فكانت التجربه دي الدفتر الاحمر ده واحد من مجموعه دفاتر ملونه كتير، يعني في الدفتر الجاي اسمه الدفتر اللازوردي، وفي الدفتر الرمادي، وفي الدفتر البحري، وهكذا يعني. فالدفتر ده بيتكلم فيه يا جماعه، بس عايز اقول دي مهمه جدا اذكرها قبل ما انسى، ان اللي مكتوب في الكتاب ده او في المحتوى ده هو مش شعر، مش بمعنى الشعر، ولكن يحتوي كل مفهوم الشعر جواه، الفاظ، مواضيع، بس هو نثري اكتر. لكن هو انا لسه هقول لك، هو واخد ادوات الشعر لكن طرحها بشكل فيه نثر، ده في قصه قصيره. اولا ده يعني هقف عند النقطه دي عشان بس عايز اسالك، هل لهذا ذهبت الى اللغه العربيه الفصحى؟ طول عمرك بتكتب اغاني بالعاميه، هو ده اللي انت تعرفه، معلش، واغلب الناس يعرفه طبعاً. لكن انا بكتب بالشعر الفصحى يمكن أكتر. اختيارك للفصحى هنا كان ليه؟ لان هي بتعبر عن نفسك، لان هي المواضيع هي اللي طالبت بكده. اوكي، المواضيع راقيه جدا، لما انا وتحتمل هجيلك في المواضيع بس خليني اروح للاستاذه ناديه وهرجع لحضرتك تاني. حضرتك استوقفني في تاريخك الطويل مرحلة الخليج. تمام. انت عشت مرحلة في الثمانينات؟ ايوه. في الخليج؟ صحيح. كنت منقطعة عن هنا؟ عملت إبداع؟ لا ما كنتش. لا منقطعة إبداعيا. يعني الإبداع كان في الخليج أكتر، كان لك أعمال درامية هناك، جايز ما عرفناهاش هنا وما حسناش بيها، لكن حتما هذه التجربة في الخليج اللي كان بيتشكل وبدأ ينمو في الثمانينات. صحيح. يعني هي بداية النهضة حصلت في الخليج في الثمانينات. تمام. عشت المرحلة دي ازاي وانعكست عليك ازاي، ووجودها في الروايات شكله ايه؟ لا في الروايات انا ما كتبتش عن المنطقة، من غير ما تكتبي، انا بتكلم عن الانعكاس الروائي. بالنسبة للفترة دي كان عندي طبعا يعني في مصر ما كانش بتجيلي نفس الفرص الفنية المحترمة اللي يعني الاقي نفسي فيها قد ما كانت بتيجي في اعمال المؤلف مصري، المخرج مصري، حتى الماكير والكوافير مصري، فكنا بنسافر. دي فترة استوديوهات عجمان والشارقة، استوديوهات عجمان واستوديوهات دبي وابو ظبي، وحتى مثلا اليونان، وحتى مثلا ألمانيا الغربية. احنا رحنا يعني اكتر من مكان يعني علشان نعمل فن، بس كان كلنا مع بعض مصريين. الخليج استفاد من ده ايه؟ اولا كان باموال خليجيه، فكانوا هم اللي بيسوقوها وبيرجع لهم العائد المادي. ايوه. ناحيه تانية كانوا بيحطوا معانا ناس من هناك يتعلموا اللي احنا بنعمله. الكوافير بيبقى معاه واحد تاني، مع الماكير واحد تاني، مع المونتير، المخرجين، مع المونتير بتاع، فتربى هناك مجموعه من المصورين و و و وده حقنا عليهم، حقهم علينا، حقهم ماشي اوكي. بس انا بتمنى ان الاعمال اللي احنا عملناها، ودي كلها اعمال مصريه، يدونا نسخه منها نزيحها ان شاء الله. هل طلبتوا ورفضوا؟ هل في مؤسسات طلبت؟ انا مش جهه، انا مش الجهه اللي تطلب، انا بس بقترح يعني. او بطلب يعني، والاقي حد جدع كده قبليها، حد جدع يعني هنا يطلب. ايوه، ما انا بقول يعني يمكن كلامي يوصل لحد جدع هنا يطلبها منهم. كانت اعمال حلوه، كانت اعمال هايله، لان في منها كتير قوي كان متاخد من اعمال ادبيه لادباء مصريين. التجربه بتاعت الخليج، العيشه في جو الخليج، اثرت في شخصيتك في ايه؟ الحقيقه ان احنا ما كناش بنختلط بيهم قد ما احنا مع بعض في جيست هاوس،
احنا كنا مع بعض كنت شغل شغل يعني ما كنتش عايش لا 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 لا, لا وفتره محدوده جدا انت رايح على قد عدد الايام اللي هم محتاجينك تصور فيها وبعد ما تصور بترجع. مسك الليل دي اللي فيها مرحله الثوره سنة 2011 ايوه من 25 يناير او يمكن قبلها بكام يوم كده لحد ديسمبر 2011. الروايات لا تحكى, ولكن ايه المسارات اللي داخل هذه الرواية, الخيوط اللي نمسك بها المرحلة ونشوفها بعين روائية؟ يعني دي مرحلة انا اسف كلنا القراء كلهم متعايشين عاشوها أيوة. وعندهم احساس بيها وكل واحد له رؤية صحيح. فانك تعملي الرواية مش عمل توثيقي هيبقى فيه رؤى خاصة بيك انت بحضرتك يعني. هو انا نقيت خمس سيدات من سن مثلا قرب السبعين يعني اهل الكنبة اللي يعني كل واحدة فيهم جاية من خلفية مختلفة في واحدة فيهم مثلا كانت تعتبر من الفلول في الوقت ده, لا في واحدة تعتبر إخوان, في واحدة تعتبر أهلها كان اتاخد منهم الأرض وال يعني تعتبر إقطاعية قديمة يعني, وفي منهم فنانة عازفة ومطربة. فيعني تقريبا أنا غطيت معظم الشرائح الاجتماعية اللي ما حدش بيكتب عنها. مهمشين هم مهمشين فنيا أيوه. لكن هم في الحياة موجودين, لكن ما حدش هيكتب ستات في السن ده. فأنا قلت لنفسي ما هو المجموعة دي عاشت والأحداث ليها أصداء عليهم وهم تفاعلوا معاها أو ما تفاعلوش, كل واحدة فيهم حسب الخلفية التاريخية لشخصيتها يعني فليه الواحد ما يعملش ده نوع من أنواع التوثيق, أو زي ما تاخد لقطة فوتوغرافيا الزمن عندك بيبقى قبل اللقطة دي وبعدها, لكن انت بتثبت لحظة معينة بالصورة الفوتوغرافية دي. فأنا حاولت أعمل ده. خدت كتابة قد ايه؟ نقول مثلا سنة ونص تقريبا. سنة ونص دفعت عليها فلوس قد ايه؟ دفعت عليها فلوس لأن أنا ما بعرفش أكتب كمبيوتر فبستأجر اللي يكتب لي كمبيوتر, ده من ناحية. من ناحية تانية يعني ما دفعتش في غير ان انا اشتريت نسخ عشان اوزعها على مع ان الكاتب بيبقى له عدد من النسخ ادوني شويه بس قليلين عن لانه برضو انا مش شايفه من المحيط الاجتماعي اللي انا عايشه فلوس عشان لا, لا 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 ولا مليم. الكتاب دلوقتي لا وعشان الضرايب صارف على لا انا بقول الكلام ده في العلن اهو عشان الضرايب انا ما باخدش ولا مليم في الحاجات المكتوبة يعني إنما أنا اشتريت نسخ علشان أوزعها على اللي بتمنى إنهم يكونوا قروها يعني اللي ياخد رواية زي دي لازم يقراها لأن مدفوع فيها لأن كتير لأن مدفوع فيها يعني مش بس المجهود يعني السنة ونص أنت دفع على أدبك مع إن الأديب يجب أن يكرم وأن يحصل على حقه وأن يحصل على نسبة من التوزيع, لكن ما عادش ده بيحصل لأن دور النشر في ورطة. الحقيقة إن الورق بقى غالي, الأحبار بقت غالية, المواصلات اللي بينقلوا بيها الكتب من حتة للتانية هم معذورين, الأماكن والدفاع والكهرباء والضرائب. لا وحضيف لحضرتك حاجة كمان إن هم بيتسرقوا كمان هم بيتسرقوا طبعا. في ناس بياخد الرواية مثلا زي دي ويطبعها تحت السلم ويبيعها عند بتوع الجرايد تانية كمان وتتباع بره عادي جدا ممكن وبيبيعها عند بتوع الجرايد و يعني دول بياخدوا نتاج عمل ومجهود الناشر المحترم اللي خد العمل ونشره, فده طبعا لازم يبقى فيه مراقبة للحتت دي علشان حق الناشر يدفع له طبعا الملكية الفكرية طيب أنا قبل ما أطلع فاصل هقرأ اللي أنت كتبه الإهداء في ديوان للشعر التشكيلي عنتر هلال الدفتر الأحمر إلى كل الأحلام التي لم أرتكبها بزعم أنها حرام, وإلى جميع العاشقات اللواتي خذلتهم احتراما لأكذوبة العفة, وإلى كل الأيام التي أطفأتها لكي أنام, وإلى كل الأصدقاء الحقيقيين الذين لم أقابلهم بعد أهدي لهم دم المراق
الذي يخضب دفتري الأحمر. دي رسالة قاسية بس حقيقية. بس حقيقية. كل الأصدقاء وقعوا للأسف. حقيقي حصل. بتلوم نفسك؟ لا مش بلوم نفسك. انت ظلمت عاشقات كتير قصيت. هو بزعم العفة حصلت حاجات اكتشفت بعدها ان انا انها مضحوك عليا يعني وبزعم الحرام. انا كان نفسي البس خاتم ذهب لكن قالوا لي حرام. كان نفسي اغني او اتعلم مزيكا في البدايات يعني قالوا لي حرام. كان نفسي احب وابعت جوابات ونتقابل قالوا لي حرام. فقط وحاجات كتيره كان تحت زعم انها حرام. عرفت تتخلص؟ ايه اصل ده جوانا بقى مدقوق عليه كده مش عارفين نخرج منه. احنا بنعمل كل حاجه فيها سعاده وبنقول حرام فبنتألم واحنا بنعملها. في ناس تكفلوا كده وربنا حتى يعني يا ايها الذين امنوا لما تحرموا ما احل الله لك. يعني في ناس شغلتها التحريم لدرجه ضيقوا خانقوا الناس خانقونا لحد ما حطونا في كورنر كده مع شويه حلال كده يعني قال يعني بيمنوا علينا بيهم. انما مع ان الدين اصلا الاستثناء هو الحرام والغالب لازم يكون حلال. يعني الاستثناء ده الحرام يمكن في الدين 10 12 تحريم بس انما الباقي كله عيش حياتك وانطلق واستخدم دماغك وتطلع وحب. وجيت ارسم قالوا لي الرسم حرام انفخ فيه بقى طلع الروح من. فانت طول الوقت متداس علي متداس عليا يعني خلينا نتكلم عن النفس. فلذلك حسيت لازم ان لازم كل ده اعتذر له. كل الحاجات اللي انا دي واجب عليا ان انا كان الاهداء بالشكل ده. لا كلام. هنطلع فاصل بعد الفاصل وكمل مع ضيفي العزيز. اهلا وسهلا بحضراتكم. ما تلاحظوش ان انا عليت غيرت الكرسي وجابوا لي كرسي بجد فانا دلوقتي مرتاح. تاني ارجع لضيوف الاعزاء والاستاذه ناديه رشاد من هنا من روايه حديثه مرتبطه بفتره زمنيه عشنا فيها الى الخطيئه. والخطيئه هذه المره بتتكلم عن حاله جندي. ايوه شارك في حرب 67 و73. ده واحد من اللي كان هقول من حظهم ان هم دخلوا الجيش كمجندين قبل 67 مباشرة وبعدين ما لحقوش حتى ياخدوا وقت التدريب الكافي. أيوة. او ده اللي الجرايد قالته في وقتها. وفضلوا في الجيش بعد هزيمة 67 على اعتبار ان هم دول اللي ياخدوا بطارهم واللي ما حصلش غير بعد غير في عام 73. نعم. هل كل الجنود المجندين اللي عندهم كفاءة بدنية عندهم نفس الكفاءة السيكولوجية ولا مش كلهم؟ طيب هل لما بيقعدوا الفترة الطويلة دي كلها في الجيش وهم في حالة لا حرب ولا سلم لكن فيه يعني استعداد فيه وكنا في الاستنزاف وفي في استنزاف لكن مش الكل بيشارك فيه. وبعدين الجبهة كانت يعني قاسية جدا حتى انه مثلا بعض القادة المهمين جدا توفوا في الجبهة نفسها. نعم. يعني فايه حالة واحد من دول بتحصل له وهو بيشارك في بناء ال يعني الدشمة او حاجه زي دي يعني عشان في وسط ما هم يعني لا قاعده من قواعد الصواريخ قواعد الصواريخ اللي كانت بتبني بيبقى معاه مهندس بس هم كمان ايدي عامله وبتشتغل في الحته دي. ماذا لو كان جالهم طيران اصاب الموقع اللي هم فيه كل زمايله توفوا هو طلع جريح جرح قاسي جدا وطبعا جريح نفسيا اكتر كمان مش بس جرح بدني يعني. فبعد كده لما بيتعالج وبياخد علاج نفسي وبياخد علاج بدني وبياخد الحاجات دي بيعيش قد ايه علشان يقدر بعد كده يتماسك
ويفكر ان هو يعمل اسره. فطبعا دول اللي محدش بيكتب عنهم. طب اشتغلت على ده ازاي؟ يعني اصل ده محتاج انك تعيش حد اخوي تعرفي قصه اخوي اخوي حكى لي حاجات كتير. هو الحمد لله ما حصلوش حاجه يعني مش لكن هو الشخص ده يعني نفسيا اغلبهم لكن ما. انا لا والله الحمد لله كان في حاله جيده جدا لكن بعض زمايله بعض زمايله فانا عرفت منه بعض زمايله حصل لهم ايه. يمكن هو كان محظوظ ان هو طلع منها حلو وسليم يعني. وجزء كبير كان من جنديته ان هو كان بيشتغل بالاجر كجندي في المصانع الحربيه علشان يعملوا دانات المدافع او حاجات من اللي هي تخص الجبهه يعني. فهو كان يعني محظوظ الحمد لله. لكن اعرف عن زمايله اخوانه دول كلهم محدش بيكتب عن الجندي المجند اللي اتقطعت رجله واللي محدش بيكتب عن دول. احنا بنتكلم دايما عن الابطال لكن ما بنتكلمش عن كل من حارب بطل كل من عاش على الجبهة بطل. لا احنا دايما بناخد الاسماء الكبيرة ضابط المنعم رياض الذي استشهد على الجبهة عبد المنعم رياض مثلا لكن احنا ما كتبناش عنه افلام. اقول لك حاجة معلش انا اسف اشارككم يعني طبعا انا عايز اقول كل ما معنى كلمة شهيد. احنا عندنا خلط من كلمة شهيد والشاهد. الشهيد هو كل من حضر الواقعة سمعها ورآها وكان متواجد فيها مش شرط يموت على فكرة يعني ممكن يكون حتى في ناس يسموهم الشهيد الحي. ايوه الدولت اللي حضروا كل الواقعه ومن اسماء الله سبحانه وتعالى الشهيد لان نعم. الله حاضر وهو معكم اينما كنتم يعني. نعم فانا تحيه لكل الشهداء الاحياء. انا اصل ليه بتعاطف مع الكلمه او مع التعريف لان والدي كان كده. والدي ما ماتش في الحروب مع انه حضر اربع حروب حضر 48 56 57 73 والله هو كان في الجيش اصلا كان قائد كبير في الجيش في احد الحروب 56 اتكسر في ساقه يعني. انما هو كمل ولكن مات على فراشه يعني كما يموت الناس. انما هو يحسب من اعداد الشهداء لانه حضر وعاش وشاف ومارس كمان معاهم المهمه. انما الشاهد هو ولذلك ايه وشاهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد. فالشاهد مش بالضروره يحضر على فكره. نعم الشاهد لذلك انا نفسي بقى في المحاكم يقول لك نادي على الشهيد الاول مش الشاهد الاول. هو اصل كلمه شهيد معناها كثير الشهاده. نعم المشاهده جايه من المشاهده او من المشاهده. ايوه انما الشاهد اللي هو شاف واقعه واحده ما بعتبروش متكررة يعني. نعم. لا الشاهد هو اللي ممكن يبني على قرائن أو على يعني رؤية العين. لا مش رؤية الشاهد ما شافش. هو بنى إن كان قميص القدة وشاهد شاهد إن كان يعني على قرائن ابتدى يربط حاجات بعضها لا أنا مش النتيجة. لا أنا بس أنا بس على الآيات القرآنية دي يعني. لا بظبط مصطلح بس. بالنسبة لي أنا منحازة للأفراد. الأفراد العاديين دول زي ما أنا كتبت مثلا عن اللي حضروا وتقريبا يعني اتأثروا أو ما تأثروش بسنة 2011 أنا برضو بتكلم عن واحد عاش قبل وبعد من 67 ل 73 ولو أنه خرج بدري. أيوه. ما وصلش حتى أنه يفرح بالعبور. أيوه. لا ما لحقش حتى ده في النهاية بتودينا لفين؟ بوديك لحقبة زمنية الشخص ده جاي من أسرة وجاي من مجتمع مشاعره إيه قبلها مشاعره إيه بعدها علاقته بالزوجة في حد راح للمنطقة دي في عاطف الطيب سواق الأتوبيس سواق الأتوبيس كان نور الشريف الانتداب مع فترة الانفتاح الاقتصادي وانعكاسها على الأسرة والله بس هو ما جابش بقى تفاصيل التفاصيل اللي حصل للشخص نفسه لكن هي كانت البداية. هو كان بيتكلم عن الأسرة حصل لها إيه وكان الأب بطل كمان. كله دي رمزية لمصر كانت هي يعني الأسرة دي كانت تمثل مصر. أيوة طبعا الشرخ اللي في البيت كله عايز يبيع. فأنا برضو للناس اتأثروا إزاي. أنا عندي مجموعة معاه يعني والزوجة دي ليها دور احنا هنستمتع بالقراية ربنا يكرمك وانا وعدتك ان انا هقرا ولما تقراهم
هكلمك. يا ريت اسمع راي حضرتك. لازم اكلمك يعني. لازم احترم الجهد الكبير اللي بذلتيه. ربنا يسهل ان شاء الله. وهذا يعني كل روايه منهم فانا واثق ان امامه والله كل واحده فيهم خدت لها سنه ونص سنتين. يعني لا ساحترم جهدك. انت خدت بالك من ان هي بتسيب بكل حاجه وبتغوص في نقط محدش بيروح لها خالص في المجتمع طبعا. يعني مجتمع لانها لسه عينها على المجتمع. لانها عينها على شباك ولمساه. احنا كلمنا بره في كان ليا نصيب ان انا يعني اتكلم معاها. فكشفت لي اسرار جميله جدا. يعني اهمها انها من الناس اللي بتحب تغوص جوه المجتمع مش بتتكلم عليه من بره، لا بتبقى جزء منه. أعمالها على فكرة اللي كتبتها كلها كانت كده، كانت تشريح. أيوة. فحتى اختيارها لأدوارها أنا تختار بعناية كبيرة. ربنا يسعدك. نعم. أنا متشكرة قوي. والله احنا عايزينك تروحي النهاردة مبسوطة. وفي أكتر من كده لا انت تستحق كتير. وإحنا يعني إذا كنا حتى بندفع للحاجات دي عشان تتكتب، احنا دلوقتي أنا دلوقتي خدت أكتر من حقي. لا حقك. تعالى أنا عايز بس أقول لحضراتكم إن أنا عندما قلبت في الدفتر الأحمر وجدت أنه من الظلم أن أقرأ لكم على الهواء. أنا قريت بس المقدمة، ولكن هذه الكتابة من لحم ودم وروح عنتر هلال، فأنا مش هقدر أظلمها بأن أنا أقرأ منها على الهواء، لأن هذه الكتابة محتاجة تمعن وتأمل وإحساس، فهذا ظلم. هتسمح لي ان انا ما اقراش منها احتراما للجهد اللي انت عملته، لكن انصحكم بقراءتها لان من صفحات قليله قريتها حسيت ان انا قدام حاله ابداعيه. عنتر هلال اخر لم نعرفه، سواء رسوماته كمان. انا فتحت صوره اخترتها من بين الصور وسالته مين دي، لان هو عملها بمنهج مختلف شويه عن شغله، ففوجئت. لا قدام هنا، روح هناك. استنوا عليا طيب. ايوه دي صور من الكتاب. رسومك حلوه قوي. صح صح صح، برافو المخرج. ايوه الله، تسلم ايديك. تسلم. شغله حلو قوي. تسلم ايديك حقيقي. مثلا دي صوره المدام. قلت له مين دي؟ لان رسمها مختلف وايده كانت بترتعش وخايف يطلع كده او كده. ايوه فباينه في الصوره هو كان حريص زياده عن اللازم هنا، ومش عايز اعمل مش عايز افن علشان الليله تعدي. فعرفت انها المدام بالظبط. علشان كده هستاذنك وانا في ختام هذه الحلقه انك تختار اغنيه أو قصيدة. أنا كتبتها يعني؟ كتبتها في الفترة الأخيرة. حاضر. أنا عندي يعني أنت حطيتك صباعك على حاجة أنا أعملها في بس ده في عالم الأغنية، يعني ده بره القصة دي خالص. تمام. نرجع للأغنية اللي هي يعني اللي هي الأصل بتاعي يعني في الكتاب. أنا عملت الشتاء دوت اللي إحنا فيه دوت أو حالي بإن أنا كتبت الآتي، بقول على لسان يعني مفترض مطربة رقيقة كده تغنيها يعني على شكل تأليسة أو الناس دي. فكنت بقول فيها إيه؟ بتقول هي يعني بتقول في الأيام الغريبة، في الأيام الغريبة أيام الشتاء البردان، بحتاج أكون قريبة من حضنك الدفيان، أهرب من ظل خوفي والليل والضباب، أقسم وياك ظروفي ومشوار العذاب والأحوال العجيبة في الأيام الغريبة. في الأيام الغريبة أيامنا في الزمن ده، زمن رحيل الطيبة والصدق والمودة، برجوك تفضل معايا دفى وضي وامان، القى معاك الحمايه تلقى معايا الحنان والصحبه والحبيبه في الايام الغريبه. الله الله. تسلم ايديك. مش منفصل على فكره، هي الروح. انت في مرحله هي الروح. صح. انا اسف ان هقول لك التعبير ده، بس انت وصلت الى قمه النضج الانساني. ده كان نفسي اوصل له، والحمد لله انا يعني اديني جيت متأخر بس جيت. أن تأتي، المهم أنك جيت. لا ما همست المبدع أنه لما بيسيب بصمة بتفضل مالية الفراغات. الله عشان كده بيرجع تاني. الله عليك يا أخي، أنت حاجة جميلة. تقلقش يعني أنت. إحنا محظوظين أن إحنا قاعدين نتناقش مع حضرتك. والله 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 العظيم يعني يعني هقول ايه من بختنا يعني. لا ده من بختي انا، واحترامي الشديد لكم وحضوركم الطيب والجميل، وانا يعني بفرح لما اقعد مع ناس انا بحبها. ربنا يسعد ايامك يا رب. وعارف قيمتها، فانا سعيد جدا بلقائي بكم. واحنا كمان اسعد والله. ربنا يخليكم. بشكركم جدا جدا جدا، وهنقرا وهرجع اتكلم تاني.
لسه معرض الكتاب شغال وهنتكلم في هذه الكتب وكل عمل جيد هنتكلم عنه. بشكركم، دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. يلا روحوا الحقوا ماتش مصر والكونغو، إن شاء الله مصر هتغلب ومصر بخير وانتم بخير. تصبحوا على خير.